السيسي كان حطه تحت الميكروسكوب رحلة مصطفى مدبولي من الأمم المتحدة لرئاسة الوزراء. تقريبا مفيش رئيس وزراء مصري الشعب احترمه أو نقولها على بلاطة صدقه ووثق فيه، لأن مدبولي كان ذكي جدا، فهم نفسية المصريين، ما تدهمش وعود مش هتحققها، وقول لهم على الحقيقة وبعدها خد منهم صبر واحترام هيساعدك تنفذ خططك، لكن تخدعه هيوقف لك على الوحدة، مش هيقتنع بيك كمسؤول. مدبولي احترم النظرية دي مع الشعب المصري وعمره ما كدب عليهم في حاجة، ولا قال حاجات وتصريحات للاستهلاك المحلي، ولا دافع عن الحكومة في الغلط. وبعدين ميزته كمان انه هادي مرتب حافظ كل الرقم، ومشروع عنده رؤية شاملة وخطط ماشي عليها. مدبولي بيعشق النظام والتخطيط، عدو الأول العشوائية، وده بسبب دراسته الهندسية، ولحد ما بقى أستاذ تخطيط المدن والتعمير والمجتمعات الجديدة، والمصريين عارفينه من أيام ما كان وزير الإسكان، والسيسي قال كل واحد هيقدم على شقة هياخدها، ولأن التحدي كان صعب مدبولي قدر يعمل معجزة في مشروعات الإسكان والمدن، وكان زي ما قلنا مرتب وفيلسوف في الأرقام والتخطيط والرؤية الشاملة، وذهنه دايما حاضر، علشان كده السيسي كان حاطط عينه عليه وجابه رئيس حكومة في 7 يونيو 2018، وكان في كل مرة عند حسن ظن الرئيس والشعب، وقدر رئيس الحكومة الجديد انه يعمل زي علاقة صداقة مع الشعب بسبب بساطته وهدوءه وعلمه الواسع وكلامه الجد البعيد عن الهزل. النهاردة دكتور مصطفى مدبولي عمل إطلالة تاريخية للمصريين من الكتيبة 101 في شمال سيناء، وفجرت مفاجآت كتيرة بخصوص المشروعات في المحافظة، وكمان المصريين اكتشفوا أن والد الدكتور مصطفى مدبولي كان شخصية عسكرية مرموقة اتعلم على أيديه يعني إيه وطن وشغل وتخطيط. الدكتور مدبولي قام علمية مصرية وعالمية، فيلسوف علوم التخطيط، وحاصل على بكالوريوس الهندسة المعمارية كلية الهندسة جامعة القاهرة عام 1988، وبعدها ماجستير في الهندسة المعمارية تخصص تخطيط مدن كلية الهندسة جامعة القاهرة عام 1992، وحصل على دبلومة في الدراسات المتقدمة في مجال التخطيط العمراني إدارة العمران من معهد دراسات الإسكان والتنمية الحضرية بهولندا عام 1993، وحصل مصطفى مدبولي على دكتوراه الفلسفة في الهندسة المعمارية تخصص تخطيط مدن من كلية الهندسة جامعة القاهرة عام 1997 بنظام الإشراف المشترك مع معهد التخطيط القومي والإقليمي العمراني بكلية العمارة بألمانيا، وشغل منصب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية منذ فبراير 2014، وتولى منصب المدير الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية من نوفمبر 2012 وحتى آخر فبراير 2014. كمان تولى مدبولي منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية من سبتمبر 2009 وحتى نوفمبر 2011، وغيرها من المناصب القيادية في قطاعات التعمير والتخطيط. بانكير، نبض البنوك.